NatBed. توعية المجتمع ومشاركة المجتمع من أهم دعائم حماية البيئة. المسؤولية تقع على عاتق الجميع، الفرد الصغير إلى الكبير، والشركات والقطاع الخاص هم جزء من هذه المسؤولية. أنا أدعو جميع الشركات أن تحذو مثل حذو شركة NatBed، جميع المؤسسات اللي تعمل في مجال حماية البيئة ونشر الوعي البيئي ندعمهم بكل طاقتنا. هذا جهد بسيط احنا نقوم فيه لخدمة المجتمع في جدة، وهذا جزء من اتحاد مصنعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجي، وفي كثير الحقيقة ساعدونا اليوم، ليس فقط شركة ناتك، في شركة نبتة وفي مناسبات القرن والغواصين الاخوان الحقيقة. يعني صديقي البيئة، يعني أهمية التسويق في حماية البيئة. المشروع او الايفنت هذا انه مو بس التنظيف، لانه التنظيف ممكن اي حد يجيب يكون مجموعه، يجيب شباب ذكي ينظف، بس الغرض الاساسي انه توعية الناس. احنا بعدين احنا اوكي نظفنا اليوم بكره وزي كذا، بس بعد كذا ايش اللي حيصير؟